قربي لقدام علها تعويضا عن السنه الصعبه اللي مرت علينا. قدمي لقدام قدمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي اعطى فاجزل ووهب فادهش وقسم لنا من عظيم رحمته ما نعجز به عن شكره وحمده. اتشرف هذا العام بالوقوف امام الخريجين في وقفه هي حفل ختام المسك لحياتهم في المرحله الابتدائيه وبدء انطلاقه جديده ندعو الله لهم فيها بالتوفيق. الحضور الكريم مع حفظ الالقاب. ارحب بكم في منهل العلم اجمل ترحيب واحييكم فاهلا وسهلا كلما رددت فوق المآذن حية على الفلاح وكما قرعت اجراس الكنائس. اهلا بكم كلما لامس غصن غصنا وكلما داعب خرير الماء اذنا. تسعد القلوب بلقياكم وترقص طربا لرؤياكم ونرحب بكم قائلين مرحبا يا من حضر حفلنا. لبيتم دعوتنا وتجاوبتم معنا فالف شكر لكم من الاعماق. لمشاهدة جهود نخبة من أبنائكم وهم يعزفون على أوتار الإبداع لحن التفوق والنبوء. فأهلا بكم في حفلنا هذا الذي نطوي به عام من البذل والعطاء نتمناه محسوبا لنا ونسأل الله أن لا يكون محسوبا علينا. اجتهدنا به ولنا أجر الاجتهاد. غرسنا به شتلات الغد. تابعنا السقايا وننتظر القطاف ونحلم أن نرى براعمنا تعانق السماء. أهلنا الكرام، إني أنتهزها من فرصة لأهنئكم باسمي وباسم زملائي أعضاء الأسرة المدرسية وأبارك لكم على عبور أبنائكم هذه المرحلة بنجاح. راجين المولى عز وجل أن يعينهم على تحقيق أمانيهم وتقديم تشكيلة زمردية من شبابنا لهذا البلد الجميل، هذا البلد العامل بأبنائه الدافئ بنبض قلوب أهله ومجازاته. أبناء الخريجين والخريجات، لقد كانت لكم في مدرستنا حياة جاهد جميع من فيها لتكون مشرقة نافعة غنية ذكية الإثراء مميزة بكل ما حاولنا إكسابكم إياه من غنى تعليمي وإطراء معرفي وحضارة مسلكية. هاي إلكم. أنتم تعرفون أن عيون آبائكم وأمهاتكم متعلقة بكم وقلوبهم تلهج قبل ألسنتهم بالدعاء لكم. كونوا على ثقة بأنكم لهم موضع الاعتزاز فلا تخذلوهم يوماً. وأنتم لهم نتاج أعمارهم وحصيلة تضحياتهم فلا تفتر هممكم في جعلها سامية راقية وفيرة نافعة. فهم لا يطلبون من هذه الحياة إلا نجاحكم واستقرار عيشكم تميز مستقبلكم. فكونوا على قدر المسؤولية اسعوا لبناء ذاتكم أحسنوا البناء لتصبح أحلامهم لكم واقعا جميلا واعدا. كونوا كما تصبو قلوبكم ناجحين واثقين. احسنوا امتلاك فن إدارة الحياة. اجمعوا ما استطعتم من خبرات حياتكم وخبرات كباركم وجهود معلميكم واصنعوا قممكم واسعوا جاهدين لإعلاء سقف طموحاتكم. فأنتم من سيقيم تحت هذا السقف ولا ترضوا سقفا منخفضا هابطا لأن من يرضاه سيضطر للعيش منحنيا طوال حياته. أبناء الخريجين والخريجات، ستبقى مدرستنا دوما مهدكم الوثير ومحطة انطلاقتكم الأقوى بإذن الله. ونحن بدورنا سنبقى نركب أخباركم ونجاحاتكم لنشارككم كما نحن الآن فرحكم وبصمة إنجازكم المؤثرة. فأنا أؤمن بقدراتكم وسأبقى دوما داعية لكم بكل التوفيق وشكرا لكم. نشكر المديرة السيدة إقبال على الكلمات التي تحمل في طياتها من الكثير من المحبة والمسؤولية. أعزائي طلاب صف سادس إيه اللي تخطوا مرحلة كتير صعبة بالذات بالسنتين الأخرانيات. سنة كان فيها كتير تحديات وكتير صعوبات. بحييكم واحد واحد وحدي وحدي جد على المجهود الرائع اللي عملتوه السنة.
بحيي الأهل على المجهود والمرافقة طوال السنين السابقة، على المجهود اللي عملتوه، والطاقم التدريسي طبعا والإدارة، على الاستمرارية في العمل وعلى العطاء الدائم، وعلى هذا الحفل الخاص السنة اللي كان بمشاركة الطلاب والطالبات، اللي أعطيته الفرصة للطالبات والطلاب يبرزوا مواهبهم ويأخذوا المنصة لإلهم. فيعطيكم العافية على المبادرة. من هون بقول لكم طلاب، خلوا طموحات دائما بسقف عالي. خطيتوا مرحلة كتير صعبة بعد انكم 6 سنين لقدام واستمرارية دراسة بالجامعات والكليات، فخلوا طموحاتكم عالي. اسمعوا النصيحة من أهليكم واعلوا لفوق قد ما بتقدروا، على أمل أن المسيرة تستمر بنجاح. يعطيكم العافية جميعا ونهاركم سعيد. شكرا للأخ نضال على الكلمات. يقرأها الطيب والعنبر لكم أولياء أمور الطلاب المحترمين، نعترف بوفائكم وفضلكم علينا حيث زودتونا بالأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة، ومنا كنا لنتهيأ لهذا المولد الكريم إلا بفضل إخلاصكم وجهدكم لتربيتنا وتعليمنا. نعلن لكم عبر هذا المنبر أننا ما زلنا سائرين في الدرب الذي وطأتموه وأنبتموه في تطبيق أفكاركم التربوية المباركة لنا. قد من الله علينا بالنجاح الباهر وشرعنا نجني ثمار هليانة الطيبة. نوعدكم بأن نكون دائما عند حسن ظنكم وأن نكتسب من التربية الصالحة المزيد والمزيد حتى تترسخ في عقولنا وأذهاننا ويدون التاريخ في عراقاتنا الشامخة. شكرا لحسن إصغائكم وتواجدكم معنا في حفلنا الكريم، ولكم منا جزيل الشكر والمحبة والعرفان طلاب صف السادس. شكرا للطالب جريس على الكلمات.